اوكي ثانك يو جولي، او سبيك ان عربيك ناو. معاكم اشواق الرواحيه، رئيسه الجمعيه دبل اي ار سم، which stands for International Institution of Risk and Safety Management، عربي المؤسسه الدوليه لاداره الخطر. ان شاء الله نحن كجمعيه نهدف الى توعيه المجتمع المخاطر، ما فقط المتعلقه بالصحه والسلامه، لكن المخاطر من جميع النواحي مثل التكنولوجيا، الانشورنس، الماليه، وأيضا أكثر من كذا. نحن جمعية تحت مظلة كبيرة، يعني ما فقط في الصحة والسلامة مثل ما قلت، وإن شاء الله كل شهر بيكون عندنا ويبينارز، ويعني حاولنا نغير في المواضيع ونعطي توعية للمجتمع بالعربي وبالإنجليزي. فاليوم إن شاء الله أستاذ أحمد علوان معانا، يعطينا الكورس اليوم عنها كيف نحن ممكن نطور السيفتي سوري الريسك كلتشر في الاورجنايزيشن، يعني في المؤسسات. فان شاء الله اليوم بيكون بالعربي، واذا عندكم اي اسئله حاضرين بس تكتبوا لنا الاسئله وبنجاوب عليها ان شاء الله في نهايه الكورس. وننتقل لاستاذ احمد، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشرف بالجميع إن شاء الله. أخوكم أحمد علوان. بريفلي كده تعريف سريع: مهندس ميكانيكا، حاصل على ماجستير ودكتوراه في مجال إدارة الجودة، اشتغلت في مجال مكافحة التلوث النفطي، مجال الإمرجنسي ريسبونس لمدة 16 سنة، خبرة في مجال استشارات خاصة بإدارة الجودة والبيئة والسلامة، ممبر في IIRSM و ESCO International Spill Control Organization. Next. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن بعض التعريفات زي الريسك الكالتشر، الكالتشر الريسك. هنتكلم عن خصائص ثقافة المخاطر، هنتكلم عن عناصر ثقافة المخاطر، ليه إن إحنا بنهتم بثقافة المخاطر، المنظومة الناجحة لثقافة المخاطر، إزاي نبني ريسك أوير كلتشر أو ثقافة مخاطر ناجحة داخل الشركة أو المؤسسة، إزاي نحسن من ثقافة المخاطر، وإزاي نقيس ثقافة المخاطر داخل المؤسسات. وهناخد مثال كيس ستادي في الآخر بيوضح كل النقط اللي إحنا هنستعرضها إن شاء الله. Next. أول حاجة هنتكلم فيها تعريفات. Next. هنتكلم عن تعريف الريسك. كلمة ريسك هي بصفة عامة اللي هي المخاطر أو الخطر، بنقول احتمالية حدوث ضرر أو إصابة أو عائق أو خسارة أو حدث سلبي ينتج عنه ضعف، أو يعني ضعف في نقط خارجية داخل المؤسسة أو خارجية، بيأثر على البيزنس أو بيأثر على الأفراد، بيأثر على المؤسسة بصفة عامة، على المنشآت، يمكن إن إحنا نتجنبه عن طريق وضع إجراءات وقائية ليه. طيب، بتتعرض كل المؤسسات أو الشركات لوقوع في مخاطر، سواء مخاطر تخص السلامة، مخاطر مالية، بتشكل تهديد كامل لنجاح هذه المؤسسة أو الشركة دي، وأحيانا بتصل إنها بتقفل شركات بأكملها بالكامل. Next. النقطة الثانية نتكلم عليها اللي هي الكالتشر، اللي هي الثقافة. هي مجموعة من السمات أو المعرفة بتميز مجموعة معينة من الناس، نقدر نقول زي العلوم، الدين، بعض الآداب، بعض العادات والتقاليد، حتى طريقة عزف الموسيقى، الفنون، المطبخ، كل الكلام ده بيسجل يعني بيشكل هي الثقافة الخاصة بمجتمع معين. Next. ده موضوع الويبينار النهاردة اللي هو الريسك كلتشر، اللي هي ثقافة المخاطر. هي مجموعة مدمجة من القيم والمعايير والمواقف والكفاءات والسلوك المتعلق بالوعي بالمخاطر. المخاطرة دي بتكون قرارات، طبعا منها يعني بتكون قرارات مسبقة أو قرارات وقائية، وهي اللي بتحدد مدى التزام الشركة وأسلوبها في إدارة المخاطر. Next.
ريسك كلتشر بتأثر دايما في قرارات وفي أثناء الأوبريشنال أو الدي تو دي أكتيفيتي. ده من خلاله بيأثر على أداء المؤسسة من ناحية إدارة المخاطر. Next. هنا في شكل احنا بيلخص فكرة الريسك كلتشر أو ثقافة المخاطر، بنسميها ريسك كلتشر اونيون أو البصلة، هي واخدة نفس شكل البصل. بتبدأ من الداخل، لو احنا بصينا البيرسونال اللي هي يعني بتعكس تأثيرات على ثقافة المخاطر، بدءا من استعداد الفرد للمخاطر، أخلاقيات الفرد نفسه، سلوكيات الفرد. بعد كده بتخش في مرحلة ثقافة الشركة أو المؤسسة، يليها ثقافة المخاطر. فالبداية كلها بتبدأ من نقطة من الفرد، لو عنده الاستعداد الكافي إن هو يتفهم المخاطر ويعرف يديرها ويعرف يخفف المخاطر، أخلاقياته وسلوكه تمام، ودي بتفرق جدا داخل الشركات، هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. بعد كده كل ده بيكون ثقافة داخل الشركة. أحيانا لما بتدخل الشركات بتقول الشركة دي الناس فيها متعاونة. كلمة متعاونة، أنت خدت انطباع من عدد الموظفين، عدد معين من الموظفين اداك الانطباع إن الشركة بالكامل متعاونة، فهي بدأت بالفرد وبتنتهي في الآخر من ثقافة الشركة يليها ثقافة المخاطر. Next. هنتكلم عن خصائص الريسك كلتشر أو ثقافة المخاطر. Next. قلنا ثقافة المخاطر هي إنها سلوكيات تشمل الموظفين وتصوراتهم والمواقف بتاعتهم وقدراتهم والتزامهم فيما يتعلق بالمخاطر في مكان العمل. طيب، عشان نحقق كل الثقافة دي مفترض بيكون عندنا رؤية. الرؤية دي طبعا هي اللي بتصف يعني ثقافة الشركة الناجحة، بوجود رؤية واضحة للجميع، وبدونها طبعا ما تقدرش إن أنت تطبق موضوع الثقافة أو تطبق حتى أي منظومة خاصة بالسلامة أو البيئة أو الجودة. بتأخذ المنظمات أو الشركات الناجحة وقت كافي لتحديد هذه الرؤية بحيث تكون واضحة للمستقبل ووضع فيها معايير للنجاح اللي بتخلي القادة يقدروا يديروا المنظومة وبالتالي التنفيذ من خلال الموظفين. طبعا في مقولة بتقول لو انت مش عارف انت رايح فين، بالتالي هينتهي بك الأمر ان انت هتوصل في مكان لا تتوقعه أو مكان آخر يعني. دي برضو يعني بيكملها اللي هي if you fail to plan you are planning to fail، يعني لو انت بدأت مش عارف تخطط تمام فانت بتخطط للفشل. فإن وجود رؤية واضحة دي تفرق كتير بعد كده اللي انت هتبدأ تطبقه بحيث ان انت تحصل على ثقافة المخاطر داخل الشركة. النقطة التانية اللي هي leadership support اللي هي دعم القيادة. لو كنا فيها ثقافة المخاطر خاصة بيك كفرد، هي مفترض انها تكون متمثلة في بقية ثقافة الشركة، يعني دايما الفرد الواحد بيمثل الشركة في ثقافة، سواء ثقافة المخاطر أو أي ثقافات أخرى. طيب، إحنا لو بنتكلم على الالتزام، الالتزام دايما بيجي من أعلى لأسفل، يعني من الإدارة العليا، يليه السينيور مانجمنت، يليه الموظفين لحد آخر عامل موجود في الشركة تمام. ويمكن دايما مواصفات الأيزو كلها جميعا يعني بيقول دايما توب مانجمنت كوميتمنت، التزام الإدارة العليا. احنا دايما بنختزل في موضوع القيادة ان موضوع السلامة دايما تحديدا بنختزله في مديرين السلامة، يعني بنعين شخص ان احنا بنقول هو ده اللي هيحل كل مشاكل الكون، وهو ده اللي هيدير المخاطر، هو اللي هيحل كل المشاكل. ده طبعا ثقافة خاطئة. الموضوع بيبدأ من الإدارة العليا لحد أصغر موظف في المؤسسة أو في الكيان. Next. نقطة مهمة إن أنت متقدرش تحدد كل تحقق كل الأهداف اللي الإدارة وضعتها بدون دعم من الموظفين. جميع الموظفين بيعتبر أو إحنا بنسميهم هو مدير مخاطر تمام، هو شخص بيشارك في تحديد مخاطر العمل،
في التخفيف من حدتها. المناقشة نفسها بتاعة تحديد المخاطر وتقييم المخاطر، كل الموظفين مفترض إنها تكون مشاركة في هذه العملية. دور الشركة في النقطة دي إنها تتأكد من توفير الموارد اللازمة لتحقيق إدارة فعالة للمخاطر. بمعنى، أنا قلت إن أنا الناس أو الموظفين هيلبسوا ملابس الوقاية. طيب، هل الشركة وفرت موارد مالية إنها تشتري الملابس الوقاية زي الخوذة، زي الأفرول، زي السيفتي شوز، كل الحاجات دي كلها؟ فطبعا قبل ما تطلب من الموظفين إن هو يدعم تنفيذ الأهداف، لازم أنت برضو يكون في تخطيط لتوفير الموارد اللازمة، سواء موارد مالية، سواء حتى تدريب. الحاجات دي كلها طبعا بالتدريب، يعني بالتدريج بتحتاج موارد مالية أخرى. Next. عندنا الـ Data Driven and Decision Making. طبعا احنا يعني لا نعتمد في صنع قرار على موضوع التخمين او المشاعر. بنستخدم تحليل بيانات متاحة لصنع عملية القرار. بنحلل البيانات من أجل تحديد الأهداف. يعني دايما عشان تحط هدف واضح ليك، لازم يبقى عندك نوعا ما حللت بيانات أو عندك هيستوريكال داتا مبني عليها القرار اللي أنت وضعت فيه الهدف ده، بحيث إن أنت تقدر تقيس التقدم وتحدد أولوياتك والإجراءات المناسبة لكل هدف أنت حطيته. ودي على سبيل المثال بيكون في حاجة اسمها سجل المخاطر. دي بتعتبر أداة لتوحيد شكل البيانات، وإن أنت بتصنع لغة مشتركة حول ثقافة المخاطر داخل المؤسسة. بالنسبة للتولز، الأدوات، بعض الشركات زي ما احنا اتكلمنا بتتوقع من الموظفين مشاركتهم في إدارة المخاطر، وده دور كل فرد. بتفشل الموضوع دي بسبب عدم تزويدهم بالأدوات اللازمة. بمعنى إن أنا عشان أبني ثقافة مخاطر، مثال زي اللي إحنا بنعمله النهاردة الويبينار ده، نوع من أنواع رفع الوعي. تمام، طيب ده ليه تكلفة على مستوى الشركات، التدريب المستمر، وركشوب، ورش العمل، كل الكلام ده عشان تجيب محاضرين آخرين يدي كورسات، سفر الناس لتدريبهم مثلا في دول أخرى، كل الكلام دي بتحتاج بادجت وميزانية. فأنت بتبني ثقافة يعني ما بتظهرش في يوم وليلة. يعني بناء الثقافة دي بيحتاج ميزانية طبعا، موارد. أحيانا بنحتاج لبرامج زي سوفت وير اللي هي بتقيس مؤشرات الأداء الKPIs. كل دي من الموارد المفروض الشركة بتوفرها بحيث إنها تدعم الموظف إن هو يؤدي المطلوب منه. طبعا كل ده بيسهل استخدام الأدوات وتكاملها مع الأدوات الأخرى والأنظمة الأخرى. أحيانا إحنا بنشتري برامج سوفت وير يشتغل عليها الموظف. البرنامج لوحده هو متميز وجميل، بس بيفقد نقطة إن هو التكامل مع بقية الإدارات، فبتزود البروسيس وبتزود حمل الشغل على الموظف، وبالتالي بيعتبر إن هو ده لود عليه أكتر، فيبدأ يبعد عن الهدف الأساسي اللي أنت بتحاول إن أنت تقربه من مفهوم ثقافة المخاطر، اللي بقى الموضوع حمل ولود عليه أكتر. فطبعا مراعاة إن إحنا لما بنشتغل وبنختار أدوات بيكون تكاملها مع الأدوات الأخرى والأنظمة الأخرى الموجودة في الشركة. Next. نتكلم عن عناصر Risk Culture. Next. زي ما احنا شايفين، عشان تبني ثقافة مخاطر صحية أو يعني healthy risk culture، انت عندك ال values وعندك ال behavior، دول المحورين الأساسيين اللي بيشتغل عليهم عملية البناء. أحدهم طبعا أول حاجة ال motivation، وده سوري أول واحد طبعا ال awareness، إن أنت بتبدأ عملية التوعية. موضوع التوعية ده رقم واحد. انت بتحدد له اول حاجة اللي هو يعني هو ليه بيعمل التصرف ده، ليه احنا بنبذل المجهود ده كله عشان نوصل لمفهوم ثقافة المخاطر. بعد كده بتعمل عملية التحفيز motivation، بتزود النوليدج والاندرستاندينج للموظف، بتوفر قيادة اللي هي leadership واضحة، ذات اهداف واضحة وخطط عمل واضحة،
بتحترم رأي الموظف دايما طبعا، ما بين الليدرشيب وما بين الامبلمنتيشن او التنفيذ بيبقى فيه تو واي كوميونيكيشن، بيكون في وارد فيها اراء صحيحه اراء خاطئه، فموضوع الريسبكت للاراء حتى لو هي خاطئه تبدا تناقشوا فيها. بعد كده accountability المحاسبيه، تمام، تحديد الادوار والمسؤوليات، الترانسبيرنسي في نقل المعلومات، وطبعا الكوميونيكيشن الاتصال دي لا يخلى منها في اي مرحله من المراحل دي، طول ما احنا شغالين دايما بيبقى في كوميونيكيشن في اتجاه الارسال والاسداء. نيكست. ليه الريسك كلتشر امبورتنت او مهمه داخل المؤسسه؟ نيكست. ثقافه المخاطر مهمه لاي شركه، اولا لثلاث اسباب. أول سبب طبعا إنها بتخفف موضوع عملية بتساعد في تخفيف المخاطر. تاني حاجة بصورة غير مباشرة بتزود الإنتاجية. نقطة مهمة أخيرة الثالثة اللي هي التنبؤ بالمخاطر، بدل إن أنا أخد الأبروتش اللي هو منع الحدوث فقط. طيب إزاي بتخفف المخاطر؟ صاحب العمل طبعا لازم يكون على دراية بالطرق المختلفة لتخفيف المخاطر. ده بيفرق إن هو بيقدر يوصل مسج أو رسالة واضحة لبقية الأفراد، وبالتالي بيكون في خطة عمل بيشتغلوا عليها تقدر تحقق الهدف الأساسي اللي هو تخفيف المخاطر. طيب ليه طبعا هو بيعمل الكلام ده؟ لأن بعض المخاطر زي ما احنا اتكلمنا في الأول إنها بتسبب في إغلاق أكبر الشركات، بيكون المانجمنت والموظفين يعني على غير دراية بالمخاطر بتاعتهم، وبالتالي بيتعرض إن هو ممكن أحيانا بيخسر البيزنس مانوي. طيب نقطة next، نقطة إن هي إزاي بتزود الإنتاجية. لو إحنا بصينا على الوقت اللي إحنا بنستهلكه في حل المشاكل، أو المشاكل دايما بتحصل ونبدأ نشوف الوقت اللي بنستهلكه والمجهود والناس دي بتدفع لها رواتب، كل الكلام ده بيترجم في الأول وفي الآخر لفلوس. طيب إحنا لو وفرنا المجهود ده، تمام، خلينا اللي هو البرو أكتف مود أو برو أكتف أبروتش، إن إحنا نخفف المخاطر دي ونبقى أوير فيها، أوير بيها من الأول، تمام، بالتالي نمنع حدوثها، بالتالي هنوفر المجهود الكبير والأموال الطائلة اللي بتتصرف في غير محلها. فبالتالي هي بصورة أو صورة أخرى أو بطريقة غير مباشرة انت تقدر بتوفر المبلغ ده كله ان انت توظفه في زيادة الانتاج او في التطوير. طيب النقطة الثالثة اللي هي التنبؤ بالمخاطر بدل من منعها من الحدوث. دي طبعا طول ما انت على دراية بالمخاطر مسبقا وحاطط الاكشنز المطلوبة والبلانز المطلوبة، بتقدر ان انت تتنبأ بالمخاطر وتعمل على تخفيفها قبل حدوثها. Next. Next. طيب هنتكلم عن successful risk culture، ثقافة المخاطر الناجحة. هي دايما زي ما احنا قلنا بنتكلم ان الإدارة الناجحة دايما بتبدأ من التوب مانجمنت، توب مانجمنت كوميتمنت، يليها السينيور، يليها ليفل السوبرفايزر، يليها الموظفين العاملين الوركرز. ده يعني ده السيكونس الطبيعي في أي منظومة تكون ناجحة. طيب إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين، دي أحد المؤشرات. Next. دي أحد المؤشرات اللي بتقول إن المنظومة دي ناجحة. طيب أحد المؤشرات الأخرى اللي هي اتباع المبادئ الأخلاقية لصنع عملية القرار، تمام، ودي برضو بتخليها من المؤشرات القوية إن تلاقي الشركة فيها نوع من الترانسبيرنسي أو الشفافية، ما فيهاش سياسات اللوم الحاجات دي كلها، يعني بتدي مؤشر كويس إن ثقافة المخاطر فيها واضحة. الإبلاغ عن جميع المخاطر والتعلم من الأخطاء،
طبعا الإبلاغ هو سهل إن أنت تبلغ، بس إحنا لسه في موضوع ثقافة إن أنت تبقى خايف من اللوم، بتبقى خايف من الانتقاد، فدي بيتم تغييرها عن طريق الإدارة العليا. يعني دي لازم فعلا، من لازم الدعم دايما بيجي من الإدارة العليا، لأن الموظف لو خايف إن هو يبلغ هتلاقي أوتوماتيك أنت بيخفي عنك حاجات كتير، مخاطر ممكن تتسبب في كوارث بعد كده كبيرة تقفل الكيان نفسه أو المؤسسة نفسها. فالنقطة الرابعة الاستجابة للمخاطر، والاستجابة دي بيكون من أي موظف موجود دون الخوف، دون يعني دون الخوف من اللوم أو الانتقاد. أيضا الـ awareness level أو مستوى المعرفة، إن الموظف أو أي حد في الكيان أو المؤسسة يكون فاهم مستوى المخاطر لكل عملية أو كل نشاط. أيضا وضع المحاسبية والمسؤوليات، توزيع المسؤوليات في مجال إدارة المخاطر لجميع مستويات الموظفين. أيضا وجود incentives أو التشجيع على المخاطر، على المخاطر المحسوبة. طبعا أنا مش بقول الموظف روح خاطر أو غامر، أنا بتكلم على مخاطرة محسوبة، يعني بمعنى إن هو عنده data analysis وعنده تحليلات لبيانات قبل كده، تمام، قدر ياخد عليها قرار، وبالتالي دي مخاطرة محسوبة. وطبعا زي ما أنا بشجع على المخاطرة المحسوبة زي ما بحمل المسؤولية عن سوء إدارة المخاطر. إن أنا أعمل عملية دمج بين القيم الفاليوز الخاصة بالشركة وثقافة المخاطر والمعرفة، أيضا تشجيع عملية التعليم والتثقيف والتدريب بشأن مهارات إدارة المخاطر. النقطة الأخيرة بشأن التحديات أو الوضع الراهن في كل يعني الظروف الاقتصادية، كل الحاجات دي كلها يعني بتخليك إن أنت الأفضل تدير موضوع إدارة المخاطر بصورة احترافية، بحيث إن أنت تتفادى إن أنت يحصل خسائر سواء أفراد سواء منشآت سواء البيزنس نفسه. Next. إزاي نبني ريسك أوير كلتشر أو ثقافة المخاطر داخل المؤسسات؟ في 7 خطوات هما المينيمم طبعا، يعني دي الخطوات اللي احنا حاولنا نلخصهم. إن أنت تبدأ أول حاجة، next، تبدأ أول حاجة بتثقيف وتعليم الموظفين على إدارة المخاطر، بالمخاطر أولا، بعد كده زي يخفف المخاطر. طبعا هو المفروض يكون عارف البيزكس للتعريفات، لغة المخاطر، لغة إدارة المخاطر نفسها، إزاي يكتشف المخاطر، إزاي يبلغ، إزاي يوصف، كل النقط دي يعني تندرج تحت بند اللي هو التثقيف والتعليم للموظفين. النقطة التانية، ودي أهم نقطة دايما في حلول، يعني هي الروت كوز لكل المشاكل دايما اللي بتحصل، موضوع الكوميونيكيشن او التواصل، ان يكون في وضع آلية واضحة محددة للإبلاغ عن المخاطر. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان هو هيخلق الرغبة في نقطة تانية عن للموظف ان هو يبقى كير ان هو يروح يبلغ، هيبقى فيه ارشادات واضحة للإبلاغ، يكون اجراء الإبلاغ بسيط ومبسط بحيث ان هو الموظف يتبنى ان هو يبلغ بسرعة. دي بتفرق كتير، لو الموضوع صعب والإجراء صعب ولازم يبلغ كذا جهة تلاقي الموظف أوتوماتيك بيفكر اللي هو يا أنا لسه هبلغ ده وأعمل ده، فيقول خلاص يعني يمكن حد تاني يبلغ. فالحاجات دي فعلا يعني هي الأسباب اللي بتخلي الثقافة تبدأ تتغير داخل الشركة. فشكل الإجراء ومدة الإجراء والبروسيس نفسها بصفة عامة دي بتتبنى فكرة إن الموظف ممكن يبلغ بسرعة ويبقى عارف إن صوته هيبقى مسموع. النقطة الثالثة الإدارة العليا، طبعا الالتزام دايما، ونأكد عليها تاني، التوب مانجمنت كوميتمنت، الالتزام دايما من الإدارة العليا. النقطة الرابعة إن أنا بعمل كسر يعني للصوامع زي ما بيقولوا، لجنة مخاطر بنعملها بتضم أصحاب البنفيشري أو الستيك هولدر اللي هم أصحاب المصلحة،
بنعمل مركزية لمعلومات المخاطر أو توحيد البيانات، يعني ممكن نعمل داخل الشركة داتابيز فيها كل المخاطر اللي تبلغ من جميع الموظفين من جميع الإدارات. دي بتكون بنعملها شير، بيطلع عليها كل الموظفين بحيث إن هو يستفيد من كل الإجراءات اللي اتخذت قبل كده، ويقدر لو في حاجة هو يقدر يغيرها يبقى على علم بالإدارات اللي قبل كده عملت أكشنز إيه وتوصلت لإيه. طيب بعد ما بنعمل كل الكلام ده، إحنا كده بننشئ لغة لثقافة المخاطر. هي مشتركة بتكون ما بين الموظفين، دايما تلاقي الموظفين لشركة واحدة تلاقي تحس إن هم لهجتهم واحدة، طريقة حتى في طريقة كتابة الإيميلات، في طريقة الاجتماعات بتاعتهم، تحس إن ثقافة الشركة دي كلها تكاد تكون قريبة، الموظفين يعني يكاد تكون قريبين من بعض. بتسهل طبعا، الكلام ده بيسهل المحادثات المستمرة اللي انت من خلالها بتحدد بقى النقط، سواء نقط الضعف أو النقط الإيجابية. طبعا من خلال نفس النقطة دي بيحدد مسؤولية لجنة المخاطر ودورها ومقدورها، سواء في نشر الوعي أو في اكتشاف المخاطر أو في تخفيف أثرها أو في وضع الحلول أو الـ recommendation. النقطة رقم 5 اللي هي الحوافز الـ incentives، ودي طبعا بنحطها للناس اللي هي بتقوم في المساعدة أو إصلاح المشاكل أو وضع حلول، أو أحيانا في شركات بتربطها بالمكافآت السنوية أو بمؤشرات قياس الأداء بحيث إن هو يبقى مرتبط بتحقيق أهداف معينة. ده نوع برضو من الحوافز. تاني حاجة، آخر حاجة، الاستفادة من التكنولوجيا عن طريق توفير اللي هي البرامج زي ما احنا قلنا المتخصصة في المؤشرات قياس الأداء، قياس مؤشرات الأداء، جمع البيانات، شكل الريبورت، كل الكلام ده بيستفيد من التكنولوجيا في تحسين ثقافة المخاطر. Next. طيب هنتكلم عن إزاي نحسن أو نقوي ثقافة المخاطر داخل المؤسسة. إحنا عندنا 12 نقطة هنتكلم فيهم. طبعا مفيش حاجة ستاندرد لكل شركة، إحنا بناخد الجينريك أو بصفة عامة النقط اللي نقدر نشتغل عليها مع كل مؤسسة أو مع كل شركة، بس طبعا كل شركة بحيث ليها نقط الخاصة بيها وليها نقط التحسين وفرص التحسين الخاصة بيها، تكاد تكون تختلف من شركة بتنتج مثلا مياه معدنية عن شركة شغالة في الإمرجنسي عن شركة مصنع حديد. كل شركة طبعا الثقافة بتختلف، لأن ثقافة العاملين فيها بتختلف، مستوى التعليمي بيختلف، فكل شركة ليها يعني نقط القوة والضعف بالنسبة لثقافة المخاطر. دايما حتى لما نلاحظ ان قطاع دايما البترول اهتمامه بالسلامة والبيئة بيبقى اقوى من قطاعات اخرى، فدي بالاندستري حتى تمام بتلاقي اهتمامه واضح عن بعض الأنشطة الاخرى، بتلاقي الاهتمام بإدارة السلامة اقل نوعا ما، لان حجم الكارثة وحجم المخاطر في النشاط ده بيكون فعلا يعني يقفل كيان لحاله. تمام. Next. طيب هنستعرض ال 12 نقطة دول سريعا. طبعا بتسجل التوقعات بتاعت البورد أو إدارة الشركة، بتعمل structure يحسن أسلوب الإبلاغ للإدارة بحيث وضع قنوات الاتصال تكون واضحة، بتعمل عملية دمج لإدارة المخاطر مع اتخاذ القرار بحيث تكون اتخاذ القرار مبني على يعني على داتا واضحة وعلى مخاطر فعلية موجودة داخل المؤسسة. ممكن بتعمل performance scorecard أو بطاقات قياس الأداء، دي بتفرق إن أنت بتقيس أداء إدارات أو
أداء أفراد، فالموضوع بيكون سهل معاك إن أنت تبدأ تصنف، تشوف أنهي إدارات بتلتزم وأنهي إدارات غير ملتزمة. طب ليه؟ بتبدأ تبحث السبب ليه، هل هو فرق تثقيف، هل هو تعليم، هل هو تدريب، هل الرؤية مش واضحة ليهم؟ يعني كل الكلام ده بيبدأ يطلع لك النقط السلبية أو الإيجابية داخل المؤسسة الواحدة. تمام، بتختار فريق نخبة مؤهلة من فريق إدارة المخاطر، دايما يكون مفترض على دراية أو علم وعندهم خلفية عملية وعلمية عن موضوع مواضيع السيفتي وإدارة المخاطر أو البيئة أو الجودة. بتضع الحافز لتحسين ثقافة المخاطر، بتتأكد إن قيم وثقافة المخاطر داخل الشركة متكاملة أو متداخلة مع الأنظمة الأخرى. دايما بتعمل شير أو مشاركة للدروس المستفادة سواء الإيجابية أو السلبية وإزاي تم حلولها. دعم القيادة احنا اتكلمنا عليه سابقا، وطبعا أسلوب القياس في الآخر اللي هو استطلاع الرأي والاستبيانات من خلال الموظفين، وممكن من خلال حتى التقييم السنوي للأفراد بيبقى من خلال كويشنير أو بعض الأسئلة. Next. طيب سريعا هنتكلم عن القياس، ازاي نقيس ثقافة المخاطر داخل الشركة. بنستخدم Next. بنستخدم مقاييس كمية أو نوعية، بنلاحظ دايما المؤشر دايما بالنسبة لنا في داخل الشركات بتشوف علامة التغيير، هل هي في الاتجاه الأفضل ولا في الاتجاه الأسوأ. تمام، يعني دايما لما تلاقي داخل الشركة أول ما بيحصل مشكلة تلاقي كل الأفراد بتلوم بعضها، يعني كل واحد بيتخلى من المسؤولية، ده بتعرف ده أكبر مؤشر وأسهل مؤشر إن أنت تعرف إن لسه في مشكلة أو ثقافة المخاطر يعني لسه ما وصلتش للمفهوم لجميع الأفراد. طيب لما تلاقي نفس المشكلة بتحصل في شركة تانية وتلاقي في تعاون رهيب ما بين الأفراد لحلها بعيدا عن مين المتسبب، ده كده مؤشر أفضل إن أنت في تغير في ثقافة الأفراد داخل الشركة، وإن إدارة الشركة بتدعم نفس الاتجاه. طيب طبعا ده ممكن تقدر تقيسه عن طريق استطلاعات أو استبيان للموظفين، بتخلي الإدارة توفر عندها رؤية لتقييم ثقافة المخاطر داخل الشركة. Next. هنستعرض كيس سريعة، هي عبارة عن شركة أو شركة قبضة لتوزيع الأغذية، تلاحظ فيها إن في ترند أو في مطالبات وتعويضات مالية للموظفين كبيرة. الشركة دي أرقامها في مقاييس السلامة كانت أعلى من المنافسين، ولو خدنا على سبيل المثال إن الحوادث عندهم لكل 1,000,000 ميل، ده كان أحد المؤشرات. أيضا الحالات المتسجلة اللي هي الـ RCR برضو كان نسبتها عالية، بالإضافة لمخاوف الشركة نفسها إنها يتحط عليها ضغوط مالية نتيجة المطالبات أو التعويضات دي. Next. طيب ثقافة المخاطر هنا في الشركة دي، الفكرة إن هي تساعد الشركة على توقع المخاطر أو بدل إن هي تمنع حدوثها. طيب إحنا حطينا الهدف أو الشركة حطت الهدف Next إنها تحدث تغيير، التغيير ده أول نقطة فيه إن هو يحصل عملية توعية للموظفين إن المفروض جميع الموظفين هيبقى على دراية بالمخاطر، بيقلل الهدف بتاعهم إن هو تقليل الحوادث، طبعا بالتالي تقليل المطالبات المالية، بالتبعية طبعا دي يكون بتعود بالفايدة للمصلحة العامة للشركة وبالتالي الموظفين،
يعني لو وفرنا الأموال دي إنها تروح مطالبات مالية للمستشفيات وعلاج طبي، هو يكون أفضل إن هو يعمل incentives program أو أنظمة تحفيزية أو يطور من أداء الشركة في السيفتي، بحيث إن هو يقلل الإصابات وبيقلل المطالبات المالية. طيب هما استخدموا إيه أو الميثود اللي استخدموها بحيث إنه يوصل للأهداف اللي هو محقق اللي حاططها دي؟ Next. استخدم بطاقات لتقييم المخاطر، لإدارة المخاطر وتصنيف المخاطر. البطاقات دي اللي هي السكور كارد بتقيم الأداء، وحط 17 فئة من المخاطر، صنفهم، عمل خضوع لتدريب للأفراد، وأيضا ضم فيها اللي هي الحوادث وتسجيل الحوادث، وبدأ يحدد الروت كوز أو المسببات لكل المشاكل اللي كانت موجودة عنده بحيث إن هو يتلافاها في المستقبل. طيب. Next. بدأ يشارك النتائج دي كلها للشركة، حصل تحفيز بشكل طبيعي اوتوماتيك، ان هو عمل المنافسة ما بين كل الوحدات او كل الادارات داخل الكيان الواحد. هو ربط الحافز المالي بمكافآت مرتبطة بتحديد الاهداف. طبعا اكيد استغرقت وقت كبير ان هو يوصل للمستوى ده. Next. بس من خلالها خلق روح المنافسة، لأن الناس بقت موضوع تقرير السلامة، إن هو يقدم تقرير السلامة والKPI بقى مصدر فخر ليه، إن هو النتائج بتاعته أقل. برضو إدى قيمة value للموظف، إن هو بدأ يشعر إن هو جزء من حل المشكلة داخل المنظومة، ودي بتفرق جدا. إن هو إحساسه اللي هو بيزود إحساسه بالانتماء للمنظومة أو للشركة، وبالتالي بيكون كير أكتر على إنه يبلغ ويحاول يلاقي حلول. كل الكلام ده بيعود بالتبعية على الوضع المالي للشركات، إن هو بيوفر إن أنت بدل ما كنت تتعرض لخسائر مالية بتقللها، وبتعلي الليرنينج كيرف أو المستوى التعليمي للموظفين عندك. Next. وبكده إن شاء الله أكون انتهيت من الـ presentation النهاردة، ولو في أي أسئلة طبعا يعني تحت أمركم. أعتقد أستاذة أشواق لو في أي أسئلة ممكن تشيريها. أوكي، شكرا أستاذ أحمد، ما قصرت صراحة، موضوع جدا شيق وواضح، كل شيء واضح ما شاء الله، ما قصرت. وصراحة هو ما في سؤال، بس يعني أنا عندي يعني كذا كنا مداخلة، وأريد أسمع رأيك يعني في الموضوع. هو نحن تفضل. نعرف إن الـ communication is the core thing in HSE، وخاصة إذا نتكلم عن الـ risk culture، لكن إذا كان ما في communication في المؤسسة، how we can develop that in يعني يكون easy على الـ staff and the management at the same time. تمام. طيب بالنسبة للكوميونيكيشن، هي عامة يعني لو احنا عاوزين نجيب الموضوع من الأول، بتبدأ من أول HR، من أول السيلكشن للأفراد. تمام. وأنت بتختار الأفراد، أنت بتحدد طبعا الجوب سبيسيفيكيشن ليك وللوظيفة، ومحتاج كواليفيكيشنز في إيه والسكيلز إيه، فكل الكلام ده اللي يبدأ من أول التعيين. تمام. انت حاول تحط افراد نفس الصفات مع بعض، هتلاقي اوتوماتيك المنظومه بتنجح اوتوماتيكلي بدون مجهود. حاول تجيب افراد مختلفه، كل واحد برؤيه مختلفه، ما فيش رؤيه واضحه، هتلاقي ان انت بتوصل يعني ميس كوميونيكيشن في كل حاجه. انت ايوه دايما دي جزء كبير. بالنسبه للكوميونيكيشن، طبعا نظام الريبورتنج داخل الشركات ده احد الادوات، ان انا بعمل كامبينز مثلا خاصه، يعني لو احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الكالتشر بتاع السيفتي كالتشر،
بعمل كامبينز، وركشوبس، الحاجات دي كلها بتقرب وجهات النظر من الافراد من بعض. ده بيسهل بعد كده في الدي تو دي اوبريشن، ان انت موضوع الكوميونيكيشن هو فاهم انت بتطلب الطلب ده ليه، ودي بتفرق كتير قوي. يعني دايما في موظف بيقول هو بيطلب مني ليه، ده لود عليا، فهو بيرفض ان هو يستجيب بسبب صح. موضوع ان هو مش شايف ليها داعي. بس هو لو عارف ليه الشخص اللي قدامه بيطلب الطلب ده، كوميونيكيشنز هيكون اسهل ما بينه. أيوة تمام أستاذ أحمد، شكرا ما قصرت. يعني إذا في أي شيء تريد تضيفه نقدر نختم الويبينار اليوم. إن شاء الله لو في أي أسئلة من الإخوة تحت أمرهم طبعا. ثواني بس أشوف كأنه في سؤال. أوكي، في سؤال من عبد الله البلوشي يقول: فقط بالنظام لكن بعض الـ KPI بالعادة الشركات ما تطبقها فعليا، فكيف بنظرك الـ KPI تقدر تحسن النظام؟ تمام. ما لا يقاس لا يدار. يعني لو انت ما قدرتش تقيس، انت يعني انت بتروح مثلا اليوم الشغل بصفة مستمرة، بتبذل مجهود، وفي الاخر انت مش عارف تعمل تقيس المجهود ده هل هو مفيد او غير مفيد. فلذلك الكي بي اي يعني هو مهم، مهم ان انت يعني لازم تقيس المجهود اللي انت بتبذله ده، يعني هل هو مناسب للمؤسسة ولا لا، هل المؤسسة نفسها بتديك السالري ده، بتبذل المجهود اللي مطلوب منك ولا لا. فالكي بي اي مهم، ولازم الإدارة هي تبقى مقتنعة. يعني طبعا مجهود كويس ان الموظف يبقى مقتنع بالكلام ده، بس هي لازم زي ما احنا قلنا توب مانجمنت كوميتمنت، اللي لازم جاية من فوق، ان الالتزام جاي من فوق من الإدارة. ايوه فأنا فاهم طبعا سؤاله نوعا ما، ان هو بيتقال ان في كي بي اي، بس على ارض الواقع هي ما بتتأسس بالطريقة الصحيحة، أو يعني بتترجم كأرقام يعني وخلاص. يعني فدي لازم الإدارة، يعني لازم الاقتناع من الإدارة، دي حلها ايوه الوحيد. ايوه مثل ما يقولوا leadership is the heart of HSE فكل شيء بالظبط من الإدارة بالظبط، صحيح. الإدارة والموظفين. بس هي يعني قبل ما تطلب من الموظفين لازم برضو توفر لهم الموارد اللي تقدر إن هم يشتغلوا بيها. زي ما احنا قلنا ايوه مثلا ما تطلبش ان هو يحمي نفسه وانت مش موفر له بي بي اي او الملابس الوقاية. ف صحيح يعني فهي مش منطقي، يعني لازم هي كلها متكاملة مع بعض. اوكي خلاص ما عندنا اي سؤال تقريبا لين الحين. اوكي شكرا للجميع، شكرا للاستاذ احمد، قدرت اعرف وقتك ثمين واعطيتنا من وقتك هذا. تسلم شكرا عليك. على الكورس صراحة، البرزنتيشن جدا مفيد، وصراحة بعضهم طلبوا يريدوا البرزنتيشن، بس هذا يعني من حقوقك طبعا ومن تعبك وجهدك. انا يعني انا ما عنديش ادنى مشكلة، لو عايزة تشير معاهم ما فيش ادنى مشكلة يعني. ان شاء الله، شكرا استاذي ما ان شاء الله تقصر. شكرا، ان اوكي شاء الله thank you شكرا everyone. جزيلا، شكرا للجميع. Thank you Johnny. Julie, we are done. Thank you very much for presenting today, and thank you everyone for attending. We hope to see you at the next Oman branch meeting. Good evening, everyone. Good evening. Good evening.